عليكم، تبارك الله عليكم اخوتي، ونهاركم مبروك. عواش مبروكه، صحه فطوركم. دابا كانت وجد الدراسات، والوحدة الانسانيه الاجتماعيه انا كيتبرعوا بالدم اللي قادر على شي جريمه ديال الدم، يدي لاجر مع خوته يجي يتبرع، ما فيها والو والله، ما فيها حاجه. سي دوماج، انا مشيت نتبرع، مشيت نتبرع بالدم، قال لك اودي لا طونسيو 18 ونص طالعه، قال لك ما يمكنناش. ايوا رجعوني، راني يعني نتسنى واحد الصديق ديالي يخرج، قال لك ما يمكنش نعطيو نقلعوا لك الدم 18 ونص طالعه لا طونسيون. ايوا المهم الحمد لله على اللي علينا درناه، مشينا بحالنا بحال الخوت، زعما واحد المقر زوين، ما نقول لكمش مقر زوين والاستقبال وكلش، والله الا كلشي زوين تبارك الله. بعد من اللي قد يجي يتبرع ولا لا يجي، يجي بعد ما خاسر والو كاع، يجي 5 دقائق 10 دقائق، الاستقبال زوين، كلشي زوين. الجهة ديال البارك، لا ريجو ديال البارك، تما كاين المقر ديالهم. ونطلبوا ربي الصحة والعافية لأي واحد، والله يشافي جميع المرضى. هادشي اللي نقوله خوتي، اسمحوا لي على هذا قلبت الكاميرا كما يقولوا. كل مرة نديرو حويجة، واليوم الحمد لله مشيت باش نتبرع بالدم كما يقولوا. الساعة قال لك لا، لا طونسيو طالع، قال لك انت خاص داوي. ايوا الحمد لله عليها ساعة، وربي يحفظكم اخوتي، وتحياتي راشد الوجدي. المهم الحاجة كاع ديال الخير راها زينة، اللي ما قدش يدير الخير بشي حاجة يديرو غير بفمه كاع. هادشي اللي كاين خوتي، هالمقر رحمة الله. راه من داخل خويا، هو تحياتي للناس تبارك الله، ولا لا كل شيء الحمد لله، والله الا البشر زعما الخير باقي، منطقة شرقية والمغاربة كاملين كيتضامنوا كيتحبوا بيناتهم. نطلبوا غير الصحة والسلامة وطول العمر يا ربي. هاد الطريق ديال البارك، ومن الفوق كطلع سيدي يحيى، من سيدي يحيى من البارك. غير كنقول للخوت اللي يعرف المقر ولا يجي يتبرع مهما كان، ما خاسرين والو، صدقة جارية كما قالوا، كما يقولوا الناس الوالا. ما حنا غير كنعاودوا الهضره، الناس الوالا ما خلاونا ما نقولوا، قال لك صدقة جارية وما كتبوش. الحمد لله عليها ساعة، وخوتي تبارك الله عليكم، وتحياتي، ونهاركم مبارك سعيد، ونهاركم مبروك، ونحبكم غير ملاح، وكاع خوت وحباب وصحاب. المهم بعد مغي زعمو صافي، راه ما كان والو، حاجة فيت في وجمعو طويل. تبارك الله عليكم، وربي يحفظكم، وتحياتي خوتي، أمو حاليكم.